السلام عليكم الخوت والخواتات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا فيه هذا العود اللي قدامكم، اللهم بارك، عنده 11 سنه والوريقات ديالو بيديغري. المهم ها هو العود قدامكم، اللهم بارك، تشوفوا كيفاش داير. قدر اللهم بارك الاخوان، كثرتي علينا، اللهم بارك اللهم بارك. المهم كما قلت لكم الوريقات، المرقد ديالو فاز، اللي بغى يتوكل على الله كاين عند سيدريس ولد باب الله. أيوة. هذا عود وفلوس، جميع الشروط، غرام ديفو ما كاينش. هذا السيد هذا اللي بارطاجيت لكم اللي صيفط لي العود راه معروف، ما عمر شي واحد قال فيه شي كلمه ديال العيب. هذا الشيء باش النهار كان بارطاجي شي فيديو ديالو كنكون مرتاح الاخوان. المهم العود انتم شفتوا الاخوان، وبارطاجيو مع الحباب، واخا ما يخصكمش انتم، كاين اللي خاصو. مهم بارطاجيو مع الحباب الاخوان وتوكلوا على الله، والله يسخر. بالنسبه للثمن ديالو الاخوان، غنقول لكم الثمن ديالو 1,000,000. هذا هو الثمن ديالو، 15,000 درهم، 1,500 دولار. بالنسبه للناس اللي كيسقسوني من السعوديه شحال كتساوي مثلا مليون بالدولار وشحال كتساوي 1,000,000. مهم النمره ديالي غادي نعطيها لكم، 0-6-38-34-10. تعمدت انني نزيد لكم هذه اللقطه، هكا جاني الفيديو واقف مصور بالطول، ما مصورش بالعرض، داكشي علاش خليت لكم تشوفوا هذه اللقطه هكا. ما بغيتش ندير الفيديو كيمشي بالطول، باش نحط النمره ونحط المعطيات كيجي بالعرض ديال الشاشه مزيان. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، ودوزوا بخير. شكرا لكم بزاف على التشجيع، شكرا للناس اللي كيبقاو حتى لاخر لحظه في الفيديو، كنحييكم والله يحفظ الجميع.